بدأت أعمل فيديوهات بعلم الناس إزاي تعمل الرياضة دي في البيت. وعمل لهم زي برنامج تدريب كده إن هم يقدروا يمشي عليه اليوم السبت لحد الاثنين وهكذا. وتمرينات بسيطة جدا، مش محتاجة أدوات، مش محتاجة فلوس. طب ممكن نشرحها منها حاجات بسيطة حتى لو نقولها. كل اللي بحتاجه عقلة اللي هي بتتركب في الباب دي، أو حتى ممكن ألعب على الباب نفسه، بس ده ممكن أكسره. مية بسخن كويس، حتى أنا عامل فيديو للتسخين إزاي تقدر تسخن. ببدأ ألعب حاجات بسيطة زي الضغط، لو أنا مش بقدر أعمل ضغط بعمله على ركبتي، لو مش بقدر أعمله حتى على ركبتي بعمله وأنا ساند على الكرسي أو على حاجة كده. تمام. فالفكرة كلها أنا بعمل التمرينات دي، ولو صعبة في فيرجنز أسهل منها بقدر أعملها، بحيث أن أنا أول أسبوع مع تاني أسبوع هبتدي أن أنا أكون أقوى، هبتدي أن ألاقي جسمي بدأ يتشد، بدأ يظهر عليه بسهوله جدا. يعني الموضوع ما بياخدش وقت اطلاقا زي ما الناس مفكره. الفكره كلها ان انا اتمرن التمرينات دي وان انا اخلي بالي من اكل شويه، لان الاكل برده اسالك يا عمر مهم في الموضوع. هل بيتطلب نظام غذائي معين؟ ارجوك ما تعذبناش وقول لا. لا لا بجد؟ لا. حلو قوي، كمل بقى. هو انا نفسي ما بمشيش على نظام غذائي، ما مشيتش على نظام غذائي قبل كده. هي الفكره كلها ان انا ببتدي احاول اخلي اكلي طبيعي على قد ما اقدر. يعني انا جسمي محتاج عشان ابنيه مثلا، او اي حد محتاج ان هو ياكل بروتين، فالبروتين باكل في اللحوم والاسماك، محتاج ان انا فيتامينات ومعادن موجوده في الخضار والفاكهه، كربوهيدرات موجوده في الرز والبطاطس والحاجات دي، فكل الاكل ده حلو ما فيش حاجه منه ممنوعه. الفكره كلها ان انا ما اكلش جانك فود كتير، ما اكلش حاجات فيها زيت كتير قوي. الحاجات دي طبعا مش ممنوعه برضو عشان الناس ما تفتكرش ان هي خلاص هبطل اكل الاكل اللي بحبه، لا هتاكله بس هنقلل النسب شويه. يعني ينفع يعني اكل محشي ومكرونه بشاميل؟ انا باكلهم دلوقتي، انا باكلهم. يا جماعه حد يلغي الفقره دي دلوقتي. ده الاهم بالنسبه لي. يعني نورا بتامن نفسها، يعني انا ممكن اخس أنا بس اكل كل اللي انا عايزاه. اكل بالظبط. لا هتقدري تاكلي، يعني انا باكل اللي انا عايزه في نفس الوقت بتمرن، بس الموضوع مش بتبقى فاتحه على البحر زي ما بيقولوا. مش كل يوم محشي ومكرونه بشاميل. لا ما نشرب حاجه جنبها دايت. عارف انت اللي هو كده احرق ايه ولا ايه؟ ما شاء الله هيحرق ايه ولا ايه؟ صحيح. فكره برضو ان الرياضه دي بتحرق جامد جدا فوق ما تتخيلوا، لان انا في كل تمرين بعملها، يعني تمرين الضغط ده انا بشغل كل عضلات جسمي. يعني حتى لو مش بستعملها كعضله اساسيه هي بتشتغل برضو. فالفكره التمرينات كلها بتشغل الجسم بطريقه مختلفه تماما، وبطريقه فيها تناسق، يعني فيها توافق عضلي عصبي، عضلات شغاله مع اعصابي. فالموضوع ده بيتطلب كمان تفكير وتركيز، فبيحرق دهون كتير جدا. يعني انا عن نفسي باكل يعني نص كويس ونص مش كويس، وفي نفس الوقت انا عندي سكس باكس، جسمي بيبقى كويس.